الأصحاح السادس عشر. أما جمع التبرعات للإخوة القديسين، فاعلموا أنتم أيضا بما أوصيت الكنائس في غلاطية، وهو أن يحتفظ كل واحد منكم في أول يوم من الأسبوع بما يمكنه توفيره من المال، فلا يكون جمع التبرعات يوم قدوم إليكم. ومتى جئت أرسلت الذين تختارونهم لحمل هباتكم إلى أورشليم وزودتهم برسائل مني، وإن لزم الأمر أن أسافر أنا فسيسافرون معي. سأجيء إليكم بعد أن أمر بمقدونية، لأني سأمر بها مرورا عابرا، وربما أقمت وقضيت الشتاء كله عندكم لتسهلوا لي مواصلة السفر، فأنا لا أريد أن أراكم هذه المرة رؤية عابرة، بل أرجو أن أقيم بينكم مدة طويلة بإذن الرب. وسأبقى هنا في أفسس إلى عيد يوم الخمسين، لأن الله فتح لخدمة فيها بابا واسعا فعالا مع أن الخصوم كثيرون. وإذا جاءكم تيموثاوس فاجعلوه مطمئن البال، لأنه مثلي يعمل للرب ولا يستخف به أحد، بل سهل له طريق العودة إلي بسلام، لأني أنا والإخوة ننتظره. أما أخونا أبولوس فكثيرا ما طلبت منه أن يذهب إليكم مع الإخوة، ولكنه رفض بإصرار أن يجيئكم في الوقت الحاضر، وسيذهب عندما تسنح له الفرصة. تيقظوا، اثبتوا في الإيمان، جاهدوا جهاد الرجال، كونوا أقوياء، اعملوا كل شيء بمحبة. أنتم تعرفون أن عائلة أستفاناس هم أول من آمن بالمسيح في أخائية، وأنهم كرسوا أنفسهم لخدمة الإخوة القديسين. فأناشدكم أيها الإخوة أن تسمعوا لهم ولكل من يعمل ويتعب معهم. سرني مجيء أستفاناس وفرتوناتوس وأخائكوس، لأنهم قاموا مقامكم في غيابكم، وأنعشوا قلبي مثلما أنعشوا قلوبكم، فاعرفوا كيف تكرمون أمثالهم. تسلم عليكم كنائس آسيا، ويسلم عليكم كثيرا في الرب أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي تجتمع في بيتهما، ويسلم عليكم الإخوة كلهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. هذا السلام بخط يدي أنا بولس. من لا يحب الرب هو تحت لعنة الله. ماران آثة، يا ربنا تعال، ولتكن نعمة الرب يسوع معكم. محبتي لكم جميعا في المسيح يسوع. آمين.